مكسيكو. عمرك فكرت تسأل نفسك ايه علاقة الكيمياء والفيزياء بكرة القدم؟ طبعا سؤال ما خطرش على بال اي حد، ولا على بالي ولا على بال فيثاغورس شخصيا. بس احنا النهارده معانا العالم موزاغورس. موزاغورس هيقول لنا ايه علاقة الكيمياء والفيزياء بكرة القدم. يلا بينا نتابع. طبعا احنا دلوقتي هنستمع لتحليل العلامة الكبير قوي موزا افوكادرو في الكيمياء الحديثة وعلاقتها بالكثافة الهجومية. يلا بينا. الكثافة العددية ان انت لعيبة الاطراف بتتحرك، ان الاجنحة موجودة بتتحرك، ان لاعب نص الملعب او لاعب مش الدايرة لاعب رقم 10 بيتحرك اللي هو ناصر ماهر، اللاعب رقم 6 لازم يتحرك، اللاعب رقم 8 لازم يتحرك. اللعبة دي كلها طول ما بتتحرك مع بعضها لقدام كده كده تقدر تعمل هجوم. مثلا عايز تدافع يبقى خلاص بتعمل كثافة. اذا الكثافة العددية لاي فكر لعب. انت ما بتتحركش ليه؟ انت لاعب رقم كام؟ رقم 8 يا ابني، في زيادة هجومية ما بتتحركش ليه؟ طبعا الراجل علشان بيحشي اي كلام فبيقول اي حاجة، فعمال بيقول اللعيب رقم 6 واللعيب رقم 8. يا ابني اقسم بالله لو قابلت واحد اهلاوي كده وقفته قلت له خد يا كابتن لو سمحت ايه الفرق بين الديفندر والسيرد باك؟ هيريل والله هيريل. انت دلوقتي جريت الفرقة كلها قدام، طب ما تقول الدفاع يفضل ثابت والفرقه كلها تهاجم. وبعدين مش هي دي الزياده الهجوميه؟ هو انا علشان اهاجم لازم اعمل زياده هجوميه بالفرقه كلها واتفشخ في المرتدات عادي يعني؟ نخش على الفصل الثاني، الزياده العدديه في نص الملعب. عايز تعمل نص ملعبك، نص ملعبك مظبوط ووقف اللعيبه صح، عايز تدافع ايه الكثافه؟ استنادا لقوه الهبده المغناطيسيه قدر علمنا موزاغورس ان هو يقدر يستنتج ان انت لو عايز تامن نص ملعبك يبقى انا كده هروح لحته ان انا اظبط اللعيبه في اماكنها واوقفها صح. بس ده لو انا عايز امن نص ملعبي. نقدر احنا هنا نستنتج ان انت لو مش عايز تامن نص ملعبك ان انت ما توقفش لعيبتك صح وما تظبطش نص الملعب. وهنا يجي العالم بيب جوارديولا بكل اريحيه ويقول لك خد. اذا الكثافه العدديه لاي فكر لعب. هنا استنتج لنا نظريه جديده في كره القدم، وهي اي طريقة لعب في كوكب الارض والكواكب الاخرى لازم زيادة عددية. 4-4-2 زيادة عددية ماليش فيه ازاي، بس هي لازم زيادة عددية. 3-5-2 اعمل لي زيادة عددية. 4-3-3 اعمل لي زيادة عددية. لو بتلعب 5-5 ماليش دعوة اعمل لي زيادة عددية. اللي هو قسم الملعب لثلاث مراحل، بتدافع بتنص بتهاجم. ساعة ما تيجي تدافع كثافة عددية، ساعة ما تيجي تنص كثافة عددية، ساعة ما تيجي تهاجم كثافة عددية. انت عايز تكسب مثلا يبقى كثافة هجومية. يعني انت كده اجبرت اي كرة قدم في العالم علشان تكسب تعمل زيادة هجومية. طب انا لو عايز اخسر ما اعملش زيادة هجومية؟ انت بتقول ايه؟ يا عم انت بتقول ايه؟ لا ده كده جبرت قوي بقى. باي باي يا عماد. انا هاهي.